مباراة السلام زغرتا وشباب الساحل وسط دخول الفريقين إلى أرض الملعب. بهاللحظات عم يعلن اندراء المباراة والكرة الأولى مع الكرة الأمامية أيضا بتشيع أمير حاف. أمير حاف راح يوصل الكرة بالفعل. أمير حاف عم يلعب الكرة، هدف أول، هدف أول بالفعل. أمير حاف، أمير الحاف عم يعطي التقدم لشباب الساحل وسط صمت تام بملعب المرداشية. كرة عند دوغلاس، خطيرة المحاولة، ممكن هدف تعادل لشلاها. فرحة مجنونة للجمهور الأحمر بمدرجات ملعب المرداشية. الهجمة لشباب الساحل. أمير حاف عم يلعب كرة عرضية، كريست جول. حوالي خطرة ممكن تكون. وسيم عم يتقدم على الجهة اليسرى مع أجوب دولة بديع، بالفعل عم يتخطى أجوب دولة بديع بطريقة رابعة. وسيم أدلادي عم يلعب كرة خلفية، أمير حاف جول. وسيم عبد الهادي، مع امير حاف. امير هالمباراه عم يتقدم وعم يسدد الهاتريك. الهاتريك لامير الحاف، فعلا هو امير المباراه اليوم، فعلا هو امير شباب الساحل اليوم. ثلاث اهداف، ثلاث نقاط لشباب الساحل. امير الحاف قدم بما فيه الكفايه اليوم تيتوج نفسه نجم هالمباراه مع الكره ايضا من علي غليوم. عم تفلت من رضوان كساب. شو عملت يا رضوان كساب؟ عم تهدي شباب الساحل هدف سادس علي غليوم. مع عماد الميري بيترك الكره. اوه، كل الامور ممكنه وهدف ممكن 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 فعلا هدف لمصلحه شباب الساحل. هدف السابع، هدف السابع، يعني اراد حسن طهماز يترك بصمته مع صافرة حكم الرئيسي بالمباراة هادي سلام. عم يعلن عن نهاية أحداث اللقاء.